ايه مالك يا لورا؟ وقدامك ساعة ونص من دلوقتي عشان اجهز لك الطيران. تمام يا فندم. ميرسي يا عمر. ميرسي يا عمر. كل يا حبيبتي كده انا مش كده؟ مكسفيش. احنا في قبرص هناكل في احلى مطعم سمك. مش عاوز اكل. خد يا ما تسيبني بقى، مش عاوز اكل. سلم نفسك يا سيف، المكان كله محاط. سلم نفسك يا سيف وسلمنا فريده. سلم نفسك يا سيف وسلمنا فريده، ومحدش هيتعرض لك، هتخرج في امان. سلم نفسك يا سيف، المكان كله محاصر. سلم نفسك يا سيف وسلمنا فريدة. سلم نفسك يا سيف. أنا مش بعمل كده تعاطف على طول. أنا خلاص اتخانقت من البلد دي، مش عايز أسيبك هنا تاني. عمر اوعدني لو طلعتك من هنا سليم ترجع لي بلدي. ومحدش هيتعرف. اوعدني يا عمر. سلم نفسك يا سيف. غالبا غالبا سيف هياخد فريده في العربيه وهيوصلها. تمام، اسمع اللي بقول لك عليه، هفتح لك شنطه العربيه اللي ممكن تقول. اوعدني. سلم نفسك يا سيف وسلمنا فريده، ومحدش هيتعرف لك، هتخرج في امان. مين ده اللي عايز يقبض على سيف؟ المكان كله محاصر. مين؟ أنا سيف! سيف يا مجانين! سيف يا عمر! عمر يا غدار! سيبيني! يا خان! يا كمان! أنا خلاص كلها هتتنفس! كلها! الطيارة هتيجي! والعربية هتتجهز! أنا سيف يا عمر تكتل! سيف! يا عمر بصوص كل حاجة! فريدة! حرام عليك! فريدة هتموت! يا حرام عليك! سامع يا عمر! سامع! مش بيقول لك كله نازل سلاح؟ خاين! سيف فريدة يا سيف. بأمارة ايه؟ بأمارة ان لورا في ايدي. بص يا عمر، ده تربيتك ولا عقيدتك تخليك تقتل حد حتى لو كان مجرم ورهينة، ولا عقيدتك اللي اتربيت عليها في الشرطة تخليك تقتل الناس ولازم تحميهم. لكن أنا لا يا شاطر. صح، فدي معاك حق، بس انت برضو بتخيرني ما بين عقيدتي وما بين حياة فريدة يا سيف. أكيد هختار حياة فريدة يا سيف.
طيب ما تيجي نعمل اتفاق يا شاطر. مفيش اتفاق، اخد فريدة الاول وبعد كده نتفاوض. لا والله يا شاطر، شاطر يا عم طبعا مش بحسن. اسمع الكلام، سلمني فريدة وخد اختك وامشي يا سيف. انا لو اديتك فريدة يبقى انا واختي مش هنسوي عندكم حاجه، عشان كده انا مش هسلم فريدة وانا على باب الطيارة. جرب بس يا سيف، مش هتخسر حاجة. تجرب كده ليه؟ ما تقلقش، ما تجربش، انا هسلمك اختك وهسيب لك فريدة برضو لحد باب الطيارة. ابني بقول لك ارجع. ما تقلقش، ارجع ارجع. ارمي سلاح، ارمي سلاحك عشان تعيش يا سيف. كلب كلب يا ابني كلب. سيف مش هتخرج من مصر حاجة. لا سيف، سيف ما تسيبنيش. سيف خضوع. الحمد لله على سلامتها سيد. سلم لعمرك يا سلطان، سلم لعمرك. الحمد لله، ربك أكرم وغفر. عايزة يا فريدة فين؟ فريدة في أوضتها، من ساعة ما رجعت مش عايزة تتكلم مع أي حد. يا عليا هتقعدي يلا نطب عليها. يلا نطب عليها يا عم الزرزور. حاضر يلا. الحاجة عالية عالية، اتفضل. شفتي؟ شفتي اللي حصل لنا يا سمية؟ حمدي ربنا يا عيني. كابوس وربنا خلصنا منه. ألف الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبتي. وانت سعيد، انا مش عايز حضرتك تبقى شايل مني في اي حاجه. تصور انا لا يمكن اشيل منك عمر. هتصدقني اكيد انك انت كبرت في عيني قوي. الحمد لله على سلامتنا كلنا يا جماعه. الله يسلمك، الله يسلمك يا سلطان. بقول لكم ايه، ما تيجوا، انا الحيطان خنايقني، ما تيجوا نطلع في الفطرة. يا ريت يا ريت، انا مكسوف اقول لك. البنت راحت لماما؟ ايوه يا حبيبي، وماما كلمتني اول ما دره وصلت ليها، وطبعا هي متضايقه من الحاله اللي وصلت ليها البنت يا ادهم. متضايقه من ايه؟ من الحاله يا حبيبي، من الحراسه اللي حوالين البنت 24 ساعه. مالها الحراسه يا غدا؟ حبيبي انا عارفه ان انت بتصرف فلوس كتير، لكن اكيد اوعدك ان انا اقدر اعمل الحاجه اللي ان شاء الله تخليني نعيش 30 سنه اللي جايين جنب بعض. عمر وصل اهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا عمر بيه؟ تمام الحمد لله. اتفضل. الحمد لله على السلامه. اتفضل. اهلا. اهلين. عندك تاخير 10 دقائق. على اساس يعني ان انا جاي من بلد غير اللي انتوا عايشين فيها يعني. ماشي صح. قهوة مظبوط هنا يا حنان اخت سامر. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا. سامر وعمر اخيرا اجتمعتوا. انتوا على درايه كامله بالمشكله اللي احنا فيها. انا بنت غلبانه ومسكينه ومنكسره وما اقدرش اقول لبابا لا، اتصرفوا. قوي منكسره قوي. اكيد انت عارف طبعا. طبعا. ممكن بعد اذنك تاخدي المنكسره دي وتقعدي على ترابيزه جنبي. لا حاجه مشرفه ليا. بس سياده اللواء، سياده اللواء اهو انتوا كده بتلبسوني في حيطه. بس ماشي سيبوهولي ان شاء الله ربنا يقدرني عليه يا رب. انت بيت بيت تعالي.
تسلم. قلت البت دي تاني هقلعك الرطب. على اساس ايه يعني؟ ما انا قالعها من زمان. العلاج من نافوخ يا بنتي، ده الميري ده في الجينات. اتفضلي يوريكي. خلاص بقى احنا في وسط الناس. انظري قدامه. هتسيطر ولا مش هتسيطر؟ او قومي يا بنتي، قومي يا ابني، مفيش جواز. قوم خلاص، خلصنا خلاص. يلا يلا يلا. شفت بعتك في اول محطه. اتصرف انت. بس انا مش هعملها عشان خاطرها، هعملها عشان خاطرك انت. ربنا يخليك. ما تقلقوش ان شاء الله، اللي انتوا عايزينه هيحصل. يا رب على الله ثم عليك ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. راجع نفسك. يا عمي يا صاحب الجمال ارحمني، ده انا ليلي طال. ايوه ادي. يا عمي يا صاحب الجمال. أيوة. ارحمني، ده انا ليلي طال. شوفني جمال على قد الحال. بس يا صاحب الجمال احسن صاحب المال وصل. الله. السلام عليكم يا رجاله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باسم باشا خطوه عزيزه والخضار رباني. ازيك يا امريكاني؟ اهو زي ما انت شايف عصفور كناري مستني مفتاح القفص عشان يطير. وانا جبت لك مفتاح القفص يا معلم. الله يبارك لك ويبارك للي بعتك. ازيكم يا رجاله؟ الحمد لله. نور عمنا. ايه يا معلم، مش هتعد ولا ايه؟ عيب يا باشا، عيب. النعمه لما تتنظر تزول. خليهم دفيانين كده ببركتهم. على كيفك يا معلم. ها هتمشي امتى؟ صباح رباح. ماشي يا معلم، مش عايز مني حاجه انا بقى؟ ببعت قبولاتي للباشا الكبير. توصل قبولاتك يا معلم. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خد يا تحط كوبايات كده، حط يا صاحب الجمال وركز في المال. اللهم صل على النبي. ايه ده؟ فين الله؟ هي الدكانه دي مالهاش صاحب ولا ايه؟ ايه يا الحاج، في ايه؟ ده مكانك لعيش مش كده يا وكاله؟ خلاصي قولي لي. خلاصي. عندك ايه يوم الجمعه الساعه 8؟ ليه؟ عندك ايه يوم الجمعه الساعه 8؟ مش فاضيه. هي. مش فاضيه؟ اه. يا خساره. ايه؟ يلا معلش بقى، اشوف ميعاد تاني مع الباشا عشان يبقى يقعد مع الاسم سامر بتاعك. عمر باشا. مفيش نصيب. عمر باشا. مفيش نصيب. عمر باشا، انت قلت لي كده. الباشا؟ ايوه. الباشا؟ يقعد مع سامر. ايوه هيقعد مع سامر. تسلك بدل ما تقولي لي شكرا يا عمر بيه. بقى على نفسك يا كابتن، في ايه؟ جرابت. ما تقولش بس. خليك انت كده كل شويه توقع حاجتك في الارض. ماشي. جيب لي غير. بقابليني. استنى. الو. اهلا يا عمر. ازيك انت؟ اخبارك ايه؟ تمام. طب الحمد لله. الحمد لله. شفت الحاجات اللي على الفلاش ميموري اللي اديتها لك؟ اه طبعا. ما تنساش يا عمر، النهارده من 7 لـ 9 عند المنطقه اتش، وخد بالك الناس دول مسلحين جامد جدا، فخد بالك من فضلك. اه عشان البضاعه كلها كوك. انت فين دلوقتي؟ في ريزورت. واخبار دره ايه؟ دره عندك في مصر عند جدتها. ربنا يخليها لك يا ده. متشكر يا عمر. لحظه يا عمر، ياسمين ممكن تسبقوني على المكتب؟ ايوه يا عمر. ايوه انا. انا عايز اقول لك ان انا بعمل حاجات كتير قوي اليومين دول عشان اخرج من اللي انا غرقان فيه طول عمري. نفسي اخرج باقل الخسائر. وعلى فكره اقل الخسائر دي مش معناها فلوس. لان ملايين الدنيا كلها ما تخلينيش اقعد لحظه من غير بنتي. بس كل الاحتمالات وارده. انت عارف انا بشتغل مع مين في السلاح والمخدرات. فلو حصل اسوأ الاحتمالات من فضلك عايز اطلب منك طلب. مش طلب يعني، ممكن تعتبره رجاء. خير. لو سمحت يا عمر، لو حصل لي حاجه خد بالك من دره وغاده. طبعا مش هتبقى مسؤول عنهم ماديا لان انا سايب لهم اللي مأمنهم وزياده. بس انت عارف حد في سن دره معاه فلوس ممكن يبقى مستقبله عامل ازاي. من فضلك خد بالك منهم يا عمر. حاضر. حاضر يا ده، ما تقلقش. توعدني يا عمر؟ ماشي ان شاء الله. خلي بالك على نفسك على قد ما تقدر. بحاول والله يا عمر على قد ما اقدر. ربنا يسهل ان شاء الله.